histotube. Histology will be simple. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا بطب المنصورة، وإن شاء الله النهاردة أول حلقة في محاضرة البلاد. البلاد it is the fluid of life، ده السائل، أهم حاجة السائل عندنا بتاع الحياة، من غيره طبعا ما نقدرش نعيش. contained in circulatory closed circulatory system، موجود في سيستم، في أنابيب مخصوصة، بالإضافة طبعا للمضخة اللي هي الهارت، والجهاز ده اسمه circulatory system أو الجهاز الدوري، لأن طبعا الدم بيلف سايكل كاملة سيركل ويدخل تاني ويعيد تاني السايكل دي، فالجهاز اسمه circulatory system. وطبعا الجهاز ده بيبقى closed، مقفول على بعضه، مفيش أي تسريبات منه بتحصل. لو حصل تسريبات يبقى ده اسمه نزيف أو الهيموريدج. يبقى ده بالنسبة للdefinition of blood، it is the fluid of life. طيب البلد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجتين، خلايا وبلازما. الخلايا اسمها البلد سيلز، والسائل اللي ماشي فيه الخلايا اسمه بلازما. البلد سيلز نسبتها 45% والبلازما نسبتها 55%. طيب بالنسبة للبلد سيلز، ايه البلد سيلز دي؟ يعني ايه؟ It is free connective tissue cells، تعتبر من انواع الconnective tissue cells. اصلا البلد يعتبر variety من الconnective tissue، لانه عباره عن خلايا وفي جراوند سبستانس حواليها او خلفيه هي الخلايا موجوده فيها، زي كونكتيف تيشو كان عباره عن خلايا وفي ماتريكس او جراوند سبستانس الخلايا موجوده فيه. فنفس الكلام في البلاد، زي الكارتريج زي البون، دي تعتبر فرايتيز من الكونكتيف تيشو. يبقى عباره عن البلاد سيلز عباره عن فري كونكتيف تيشو سيلز برودوسد باي ايه؟ مين اللي بيصنع البلاد سيلز؟ حاجة اسمها الهيموبايتيك تيشو. الهيموبيوسيس او عملية تصنيع البلاد سيلز بتتم في انسجة معينة، وغالبا بتبقى موجودة النسيج ده اللي هو البون مارو او النخاع اللي موجود جوه العظم، الاكتف بون مارو، هو اللي بيصنع البلاد، بيسموه هيموبيوتيك تيشو. تمام. والخلايا دي طبعا متعلقة في ايه؟ او suspended in blood plasma، متعلقة كده في البلاد بلازما. يا ترى ايه انواع البلاد سيلز؟ البلاد سيلز نوعين، الار بي سيز او الريد بلاد كورباسلز، حتى يعني ايه ما بي، لان ما فيهاش نواه، ففي ناس كتير بتقول لك انها كرات الدم الحمراء، مش خلايا، كرات، كور كده فيها هيموجلوبين وما فيهاش اي اورجانيلز، سموها ريد بلاد كورباسلز او الار بي سيز. وفي الوايت بلاد كورباسلز، دي بقى المفروض نسميها خلايا الدم البيضاء، مش كرات بقى، دي خلايا وفيها نيوكلياي ولها فانكشن مهمة، الوايت بلاد سيلز. وفي حاجة اسمها البليتلس او الصفائح الدموية. يبقى البلاد سيلز تلات انواع، ار بي سيز، دبليو بي سيز، والبليتلس او الصفائح الدموية. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الار بي سيز. بيسموها اريثرو سايت، كلمة اريثرو يعني احمر، سايت يعني خلية، الخلايا الحمراء او الريد بلاد سيلز او الريد بلاد كورباسلز. يا ترى اللايف سبان بتاعها قد ايه؟ تقدر تعيش قد ايه؟ حوالي بتعيش 120 يوم، بتعيش 120 يوم او 4 شهور. يا ترى شكلها عامل ازاي؟ خلية مدورة، باي كونكيف. يعني ايه باي كونكيف؟ كونكيف يعني مكعر، الجانبين بتوعها مكعرين زي ما هنشوف دلوقتي. شايفين كده الصورة الجميلة دي؟ شايفين؟ شايفين الخلية عاملة ازاي؟ شايفين التقعيرة اللي موجودة في النص هنا وزيها الناحية التانية؟ شايفين هنا التقعيرة بتاعتها كده؟ ده اسمها باي كونكيف، في تقعيرة هنا وفي المفروض واحدة زيها الايه؟ الناحية التانية. ده الباي كونكيف، وهنقول وظيفتها. خلية جنب خلية جنب خلية بيعملوا حاجة اسمها رولي فورميشن. الروليك عارفين كده، البنات لما تلف شعرها كده بكر كده، فايه بيعمل حاجة اسمها ايه؟ بكرة جنب بكرة كده رولي. فبردك الار بي سيز لما تبقى في جروب مع بعض بتبقاش كل واحدة لوحدها، بيلزقوا في بعض كده شبه الرولي بالشكل ده كده. ادي الرولو بالشكل ده كده، ادي رولو فورميشن كده بالشكل ده.
دي بالنسبة للار بي سيز. طبعا الصورة الجميلة المجسمة اللي قدامنا دي بيبقى السكاننج الكترون مايكروسكوب، الميكروسكوب الالكتروني الماسح سكاننج، بيبين السيرفس من بره بالشكل الجميل ده. طبعا اللي لها اشواك دي كده دي عبارة عن الوايت بلاد سيلز، اما التانية البايكونكيف دي اللي هي الار بي سيز بالشكل ده. طب هتقولوا ازاي السكاننج بيبقى متلون كده؟ دلوقتي بجهاز الكمبيوتر طبعا والفوتوشوب وبرامج معينة بنقدر نلون اي حاجة احنا عايزينها عشان تبان وتبقى واضحة بالشكل الجميل اللي قدامنا ده. سبحان الله، شو بقى، شفنا شكل الرولو وشفنا شكل الار بي سيز بالباي كونكيف ديسك. طيب يا ترى الشيب بتاع الباي كونكيف ده في اب نورماليتيز؟ يا ترى في اب نورمال شيبس ممكن نبقى موجوده للاريثروسايتس؟ ايوه، في كذا شكل ممكن نلاقيه غير النورمال ده، والاشكال دي طبعا الاب نورمال دي بتخلي الار بي سيز عرضه انها تتكسر وتعمل مشاكل او تعمل انيميا. ايه الاب نورمال شيبس اللي عندنا؟ اول حاجه حاجه اسمها سفيروسايتوزيس. سفير يعني كوره، سفيروسايتوزيس يعني الخلايا اتحولت لكور زي ما احنا شايفين كده. شايفين الار بي سيز عملت ازاي؟ بقت مكوره كده وما عادش ايه، مش زي دي كده العاديه اللي احنا هنقولها دلوقتي كده السنتر بتاعها بيقابله بالشكل ده، لا بتبقى كوره كده ما عادش فيها الباي كونكيف بتاعها، بيبقى اسمها سفيرو سايتوزيس. طيب تاني نوع حاجه اسمها سيكل سيل. السيكل سيلز يعني ايه؟ سيكل يعني منجل، شبه المنجل، بيسموها ايه؟ الخلايا الدم، كرات الدم المنجلية، بقت شبه المنجل كده. عارفين المزارعين وكده بيبقى معاهم ايه زي سكينة كده متنية كده يقطعوا بيها الزرع، اسمها المنجل. الار بي سيز اتحولت بقت بالشكل ده شبه المنجل كده، اهي شبه الهلال كده بالشكل ده والمنجل كده، سموها الخلايا المنجلية. شايفين الار بي سيز عملت ازاي؟ شايفينها عاملة ازاي؟ شبه المنجل، اسمها سيكل سيل. في حاجه ده اسمها بوي كيلو سايتس. بوي كيلو سايتس دي يعني ايه؟ بي، حرف البي ده افتكروا انها بير شيب. بير شيب، شايفين شبه الكمتريه، بير شيب بالشكل ده اهي شبه الكمتريه، وافتكروا الكمتره بنوزنها بالكيلو، فيبقى اسمها بوي كيلو، بوي كيلو سايتس، تمام؟ عشان ما ننساش الاسم اب نورمال شيب منها البوي كيلو سايت، افتكروا بي يعني بير شيب، بنوزنها بالكيلو، الكمتره بالكيلو اهي. شايفين الشكل؟ شايفين عامله شبه الكمتراي. في حاجه تانية اسمها كرينيشن. كرينيشن يعني ايه؟ يعني الخلايا كرمشت. شايفين الخليه عملت ازاي؟ بقت مكرمشه كده ومجعده بالشكل ده، شايفين المنظر مكرمشه على بعضها ازاي؟ دي اسمها كرينيشن يعني كرمشة او تصغر في الحجم، تكش. عكسها السولن. السولن بقى تتنفخ كده تبقى زي البالونة. شايفين الخلية بقت قد ايه؟ شايفين الخلية بقت عاملة ازاي؟ شايفين الكورة دي؟ دي اسمها ايه؟ سولن، سولن سيل بالشكل ده. ما عادتش بقى البايكون كيف العادي بتاعنا اللي هو زي ده كده، لا بقت مكوره كده ومنفوخه، مش زي سفيروسايتس. سفيروسايتس بتبقى حجمها يعني ايه مش كبير، اما السولن دي لا اتنفخت بقت شبه البالونه بقت كبيره. ده بالنسبه للايه اب نورمال شيبس اللي موجوده بتاع الار بي سيز، سفيروسايتوزيس، سيكل سيل، بويكيلو سايتس، كرينيشن اند سولن سيلز. طب نيجي على السايز بتاع الار بي سيز. الدايمتر بتاعها كام؟ من 6 ل 9 مايكرو. افتكروا الستة مدورة كده والتسعة مدورة، الدايرتين دولت نحط عصاية فوق وعصاية تحت تبقى 6 ل 9. 6 ل 9 نصهم كام؟ 7.5. يبقى المتوسط بتاعها بيبقى حوالي 7.5 مايكرون. لو الخلية اقل من 6 مايكرون بيبقى اسمها مايكروسايت. مايكرو يعني صغير، يعني خلية صغيرة، مايكروسايت. ولو اكتر من 9 تبقى ماكروسايت. ماكرو يعني كبير، خلاص. يبقى الخلية اقل من 6 مايكرو واكبر من 9 ماكرو. طب يا ترى الكلر بتاعها عامل ازاي؟ الخلية الواحدة السنجل ار بي سي بتبقى جرينش يلو، لونها ايه؟ اصفر مخضر، تمام. اما لما يجمع خلايا كتير مع بعض لارج نمبر يدينا اللون الريد اللي هو لون البلاد. يبقى لون البلاد جاي عن طريق الريد بلاد سيلز.
في نوع من الأنيميا اسمه مايكروسيتيك أنيميا. يعني إيه مايكروسيتيك أنيميا؟ يعني الخلايا معظمها حجمها صغير أقل من 6. وفي حاجة اسمها ماكروسيتيك أنيميا، الخلايا بتبقى حجمها كبير أكبر من 9. شايفين أدي اليون، أدي الجرنشيلو دون أصفر كده مغدر، دي الواحدة بيبقوا كتير، بيبقوا بالشكل ده كده، تعمل النقطة الدم اللي لونها أحمر. طيب يا ترى لما بنصبغ الار بي سي تبان ازاي؟ بتبان لونها اسيدوفيليك احمر هي كمان. دي بقى بالصبغه، ايه الصبغات بتاعتنا، سواء صبغنا بالاتش ان دي اي او صبغنا بحاجه اسمها الليشمانستين، صبغه خاصه بالبلاط، طبيعي انها تبقى اسيدوفيليك لونها احمر، والسنتر بتاعها بيبقى بيل، السنتر بتاعها المركز بتاعها بيبقى باهت، ده الطبيعي، دي النورمال ار بي سي، لانها بتبقى فيها تقعر في النص، فكمية الهيموجلوبين اللي في النص قليلة، فالسنتر يبقى بيل، السنتر يبقى باهت. أما البريفري تبقى لونها أغمق شوية أسيدوفيلك عادي، أما السنتر بيبقى بيل أسيدوفيلك. طيب لو الهيموجلوبين قل هتبقى الخلية كلها باهتة، يبقى اسمها هايبوكروميك، هايبو يعني قليل، وكروميك اللي هو اللون، يبقى لونها بيقل، درجة لونها بتقل، يبقى اسمها هايبوكروميك. طيب لو الهيموجلوبين كتير تبقى ايه؟ ديبلي ستيند بقى، يبقى البريفري بيبقى ديبلي ستيند، والسنتر بدل ما كان بيل يبقى هو كمان ستيند، يبقى اسمها هايبر كروميك. شايفين ده الطبيعي؟ ادي الار بي سيز السنتر بتاعها بيل، وهي البريفري بتاعها اسيدوفيليك لونها احمر لان السنتر فيه هيموجلوبين اقل. طب لو الهيموجلوبين قل في الخليه كلها، شايفين السنتر كبر ازاي، بقت هايبوكروميك، وحتى البريفري بتاعتها بقت لونها فاتح، يبقى هايبوكروميك. شايفين هنا الخليه عامله ازاي، خليه بقى السنتر غامق والبريفري اغمق، يبقى ايه اسمه هايبر كروميك. وكل دي بتعمل انواع من الانيميا، هايبوكروميك انيميا، هايبر كروميك انيميا، كل الحاجات الابنورماليتيز دي تعمل انيميا. يا ترى الار بي سيز عددها كام؟ الار بي سيز في جهاز اسمه الهيموسايتوميتر، جهاز كده زي عارفين صفحه الرسم البياني، شريحه كده متقسمه مربعات، بنحطها على شريحه البلد ونبدا نعد الخلايا. في الميل بيبقى من 5 لـ5.5 مليون بير كيوبيك مليمتر، يبقى 5 لـ5.5 مليون كل كيوبيك مليمتر، ده في الميل. في الفيميل من 4.5 لـ5 مليون بير كيوبيك مليمتر، يبقى ايه الميل الار بي سيز فيه عدده اكتر من الفيميل، ودي حاجه منطقيه لان الفيميل متعرضه ان بيبقى ايه في منستريشن، وفي يعني مع الليبر وكده بيحصل يعني في فقد للدم بيحصل في الفيميل عن الميل، فده طبعا بيأثر على عدد كرات الدم في الفيميل، بالاضافه طبعا للهرمونال تشينجز وكده، كل ده بيأثر على تصنيع الار بي سيز، فعدد الفيميل الار بي سيز بتاعه الفيميل بتبقى اقل من الميل، 0.5 مليون يعني الفرق. طيب ايه الابنورماليتيز في النمبر ممكن تحصل في الار بي سيز؟ يا ترى العدد ده ممكن يقل وممكن يزيد، لو قل يعمل انيميا، لو زاد يعمل بولي سايسيميا، بولي يعني كتير العدد زايد، بولي سايسيميا. ايه اسباب الانيميا؟ تتوقعوا كده الار بي سيز العدد يقل زي مصنع بيصنع حاجه، ايه اللي تتوقعوا ايه الاسباب اللي ممكن تخلي المنتج يقل، ايه الاسباب اللي تخلي الار بي سيز تقل؟ اول حاجه نقص المواد الخام، مفيش مواد خام للمصنع فالمصنع مش هيصنع، فده اللي بيحصل. ايرن ديفيشنسي، نقص في الايرن اللي هو مهم في تصنيع الار بي سيز، او فيتامين بي 12 ديفيشنسي، نقص في فيتامين ب 12، الحاجتين دولت مواد خام لو نقصهم هيأثروا على تصنيع الار بي سيز، دي حاجه. ايه كمان فقدنا؟ المنتج اتسرق في النزيف، الجسم فقد دم، فهنا الهيموراج يعمل حاجه اسمها هيموراجيك انيميا، يعني انيميا نتيجه نزيف، نزيف حاد الانسان فقد دم كتير، فالايه يحصل نقص طبعا في عدد كرات الدم اللي موجوده في الملي المكعب الواحد، فيبقى اسمها هيموراجيك انيميا. في حاجه اسمها بقى ايه هيموليتيك انيميا، المنتج اتفقد بس عن طريق انه بيتكسر،
تمام، هيموليتك انيميا، حصل هيموليسيس تكسير المنتج، مش فقد بقى ان هو اتنزف واتسرق، لا اتكسر، حد جه كده بوظه، بقى هيموليتك انيميا. حاجه كمان بقى، المصنع فيه مشكله، المصنع ذات نفسه فيه مشكله، اللي هو البون مارو، حصل مال فانكشن اوف بون مارو، بون مارو بقى فيه مشكله، فيعمل حاجه اسمها ابلاستيك انيميا. ابلاستيك يعني خلاص مفيش حاجه بتتكون، اسمها ابلاستيك انيميا. تمام، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه اسباب الانيميا، يا نقص المواد الخام، يا فقد للمنتج عن طريق الهيمورج، او تكسير للمنتج عن طريق الهيموريسيس، يا اما المصنع فيه مشكله اللي هي المال فانكشن ويعمل حاجه اسمها ابلاستيك انيميا. طب ايه اللي يخلي الار بي سي تزيد؟ حاجه اسمها الهيمو كونسنتريشن، يعني ايه؟ زي ما كان نقص الدم بيعمل اللي هو الهيموراجيك انيميا، نقص الفلويد يعني البلازما هي اللي قلت، لما البلازما تقل الفوليوم بتاع البلد بيقل، بس الخلايا ثابته ما قلتش، فيبقى حاجه اسمها هيمو كونسنتريشن، يعني الخلايا بقت متركزه لان انا فقدت فلويد، فالخلايا تركزت في الفلويد الباقي، فده لما اجي اعمل تحليل واشوف عدد كرات الدم الاقيها زايده. ليه؟ لان الجسم فقد فلويدز، ما فقدش دم، فقد فلويدز، دي هايدريشن. يبقى الحاله دي بقى اسميها هيمو كونسنتريشن. طبيعي ان مع دي هايدريشن الاقي الار بي سي عددها زايد، ممكن هو يبقى انيميا اصلا، انيميك، بس الار بي سي عددها زايد لان الفلويد قل، فبالتالي الار بي سيز الموجوده متركزه في الفلويد القليل الموجود في الجسم، اللي هو البلازما القليله الموجوده في الجسم، فيعمل حاجه اسمها الهيمو كونسنتريشن. ايه تاني؟ زياده البرودكشن، المصنع بقى شغال بيزود، البون مارو شغال بيزود، بيصنع بنسبه كبيره جدا، يعمل البولي سايسيميا. وساعات البولي سايسيميا دي تحصل نورمال كده في الناس اللي عايشه في المناطق العاليه، الجبال والحاجات العاليه، لان دلوقتي الاكسجين فوق بيبقى ايه، اكسجين ساتوريشن قليل، فالجسم بيحاول يعوض الموضوع ده انه يبدا يصنع ار بي سيز اكتر علشان تشيل اكسجين اكتر وتعوض نقص الاكسجين اللي موجود في الايه، في الجو. دي نوع من انواع الفسيولوجيك بولي سايسيم. يبقى دي الابنورماليتيز في النمبر بتاع الار بي سيز، يا تزيد بولي سايسيميا يا تقل انيميا. طب يا ترى الاستراكشر في ار بي سيز يا ترى عامله ازاي؟ خليه زي اي خليه، لها سيل ميمبرين. تمام، السيل ميمبرين هنا بقى بيتميز بحاجتين مهمين، بلاستيك اند سيلكتيف بيرميابيليتي. يعني ايه بلاستيك؟ يعني له القدره على التشكل. الار بي سيز دي تقدر تدخل كده في الكابيلر الضيقه، وتقدر تمشي في البلاد فيسل الواسع، تقدر تزق نفسها كده وتدخل من اي حاجه ضيقه صغيره حتى لو كابيلر ضيقه، فلها القدره، لها مرونه، السيل ميمبرين بتاعها مرن، يقدر تتشكل باشكال وتدخل تغير شكلها وتقدر تدخل في اي بلاد فيسل، عشان كده اسمها بلاستيك. حتى عمليه التجميل يسموها بلاستيك سيرجري. ليه بلاستيك؟ لان انا بتغير في الشكل، عمليه التجميل بلاستيك سيرجري. هنا برضو بلاستيك لها علاقه بالايه، بالتغيير الشكل بتاع الار بي سيز. بالاضافه طبعا للسلكتيف بيرميابيليتي، بتعدي ايه طبعا الاكسجين بقى والكربون دايوكسيد، مش بتعدي اي حاجه كده، سلكتيف بيرميابيليتي. يبقى دي مميزات السيل ميمبرين. ده مش كده وبس، في انزيم مهم جدا اسمه الكربونيك انهيدريز انزيم. كربونيك ده انهيدريز انزيم، ده انزيم يقدر يحول الكربون دايوكسيد الى H2CO3 اللي هو كربونيك اسيد، ويقدر يحول الكربونيك اسيد ل CO2. تمام، ليه؟ وظيفته ايه ده؟ وظيفته ان هو مهم عشان ينقل بقى CO2. ما احنا عارفين طبعا الار بي سيز مهمه في نقل الاكسجين والكربون دايوكسيد، هتنقله عن طريق الانزيم ده، ياخد الكربون دايوكسيد وبعدين يحول الكربونيك اسيد، وبعدين لما يعوز يحرره تاني يرجع كربونيك اسيد لكربون دايوكسيد ويخرج بره الجسم. ده عن طريق الكربونيك انهيدريز انزيم، يبقى 2C، سيل ميمبرين وكربونيك انهيدريز انزيم. ايه كمان؟ يا ترى جواها ايه؟ مليانه هيموجلوبين. يا ترى في مكان النيوكليوس؟ لا مش محتاجين نيوكليوس. نيوكليوس ايه بقى؟ النيوكليوس هتاخد مكان، يبقى نون نيوكليوس، نون نيوكليتد. يا ترى في مكان الاورجانيلز؟ نو اورجانيلز، مفيش اورجانيلز، احنا مش فاضيين. الار بي سيز مش بتلعب، الار بي سيز لها وظيفه معينه، مليانه هيموجلوبين عشان تنقل الاكسجين والكربون دايوكسيد، فمفيش مكان بقى للاورجانيلز ولا مكان للنيوكليوس، عشان كده بتتجدد ايه، مش بتقدر تتجدد من نفسها، فبتموت خلال 120 يوم، بعد 120 يوم بتموت ويتكون بدلها عن طريق
الهوموبايتك تشو بالذات الايه البون مارو، يبقى ايه وكمان مليانه فيلدوز هيموجلوبين، يبقى دي الاستراكشر بتاع الار بي سيز. خلاص اتكلمنا على السيل ميمبرين، اتكلمنا فيهاش اورجانيلز نو نيوكليوس، فيها الكربونيك انهيدريز ومليانه بالهيموجلوبين فيلدوز هيموجلوبين. شايفين هنا ادي الممبرين بتاعها، قلنا البلاستيك المضافات بتاعه وظيفته يعني ان هو ايه في الايه بلاستيك ايه فانكشن كده ان هو يقدر يتغير. طيب اخر حاجه بقى النهارده adaptability of RBCs to its function، يا ترى ربنا ميز الار بي سيز بايه عشان تؤدي الوظيفه بتاعتها، ما احنا لسه قايلينهم. اول حاجه ما فيهاش نيوكليس عشان تبقى مليانه هيموجلوبين، نو نيوكليس نو اورجانيلز فيلدوز هيموجلوبين، ماشي دي حاجه مهمه. ايه تاني؟ السيل ممبرين هايلي بلاستيك، يقدر يتغير لاشكال عشان تقدر تمشي في اي كابيلرز، يبقى هايلي بلاستيك. هايلي سيلكتيف، مش بيعدي اي حاجه كده، هايلي سيلكتيف سيل ممبرين. تمام ايه تاني؟ البايكونكيف سيرفيس بتاعها، انها بايكونكيف. البايكونكيف ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه يزود السيرفيس اريا، يزود السيرفيس اريا المعرضه للجاز اكس تشينج، فده طبعا يزود الحموله اللي تقدر تشيلها من الاكسجين او الكربون دايوكسيد عن طريق البايكونكيف سيرفيس. عايزين تقولوا كربونيك انهيدريز انزيم كمان قولوه، يبقى ده الادابتابيلتي اوف ار بي سيز تو اتس فانكشن زيها زي الاستراكشر بتاع الار بي سيز، الفرق بس نزود البايكونكيف سيرفيس. وبكده يبقى انتهينا من محاضره الار بي سيز، وان شاء الله نكمل البلوت في الحلقات القادمه. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.